طماي لمديد بجوار طماي الزهايله، مركز دكرنس محافظه دقهليه. صح؟ لا لا، مش مركز دكرنس، وقال لي مركز ميت غمر. يا نهار اسود، امال سلسمون الغربيه هركب لها من بسيون ولا من طنطا؟ يا بنت اطلعي من الحمام. طلعت روحك يا بنت. عاوز اخش الحمام. يا بنت اطلعي من الحمام. طلعت روحك. عايز اخش الحمام. حاضر يابا. يا بنتي يا دنايا، كتر وعدك في الحمام يا بنت هيخيب املك. انت مش عارفه الحمامات دي فيها ايه. صلاه وقولا من رب رحيم اللهم احفظنا يا رب. يعني اكسر عليك الباب واجرجرك من رقبتك؟ ايه يابا، باخد دش ولا حرام استحمى بالبنت كمان؟ يا بنت عاوز اخش الحمام. ابا عندك الحمام التاني، انا خلاص مليت البانيو واستحمى اهو. ما بيستريحش في الحمام الصغير. سلام قول من رب الرحيم. ايه يا حسين، اتخضيت قوي؟ طلع لك عفريت في الصاله؟ لا مش القصد، بس اصل اخر مكالمه كانت ما بيننا صورت لي صوره يعني كده معينه في خيالي، كنت متخيل ان الصوره دي هي اللي مستنياني مش العفريته بتاعتها. والله لك نفس تهزر قوي. ولما انت يعني متصور صوره معينه في خيالك، كنت واقف ليه عند الوليه ام كحله عند الشباك بتاعها؟ وهاتك يا رغي وهاتك يا ضحك. مين ده؟ انا؟ امتى؟ والله يا شيخه حرام عليكي، دي ست ارمله غلبانه كانت قصدان اعمل لها تركيبه عطر، ولما خلصتها قلت ما كسفهاش وعديها عليها، ادي كل الحكايه. واللي جاي على نفسك كده، ما كنت تدخل تقعد عندها وتقعدوا تبخوا لبعض انتوا الاتنين وتتحرق المرميه اللي مستنياك في البيت. هدى لحد كده وكفايه، النكد ومقدور عليه، لكن الخوض في الاعراض اهو ده اللي ما ينسكتش عليه. يعني هتعمل ايه يعني؟ هدعيلك ربنا يهديكي، مش عشان انا خايف منك، لا علشان انا راجع من الشغل تعبان ودماغي وجعاني، والست اللي انت زعلانه منها دي دفعت فلوسها فوري، يعني كنت بجري على رزقك انت وجرمق العيال اللي مرمي جوه ده. والله هو انا جرمق العيال ده انا جبته لوحدي؟ مش انت اللي قعدت تقولي خلفي كتير خلفي كتير عشان نمشي على السنه؟ طب ما هو عدم النكد برضه من السنه، اشمعنى دي السنه اللي بتنسيها؟ يا هدى يا حبيبتي افهميني،
الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إليها سرتك. بالله عليكي أنا راضي ذمتك، روحي كده بصي لروحك في المراية وقولي لي أنهي حتة بالظبط فيك اللي تصر. الله الله، ده أنت مستبيع بقى يا سي حسين. إيه اتفقت معاها الجواز ولا إيه؟ يا شيخة حرام عليكي، جواز إيه؟ هو اللي يتجوز مرة يتجوز التانية ده يبقى راجل أهبل. وبعدين أنا ولا كنت شفت وشها؟ دي ست منتقبة. يا سلام، وهو الشيطان لما يمسك في دماغ واحد هي مزكت منتقبة ولا مش منتقبة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله العظيم يا رب. على فكرة نعم، أخوكي محمود النهاردة ربنا كرمه وجاله شغل جديد في اسكندرية، بس هو خلاص ما بقاش محتاج للشغلانة دي. إيه ده؟ إيه الأكل الحلو ده؟ إيه ده؟ كتر خيرك. الله، حلو البتنجان ده، مقلت زنة. أيوة أيوة أيوة، فشلت الخطة ألف فدخلت على الخطة به. مش عارفة إن أنا مجهز الخطة جيم، هقعد أكل واسيبها تندعي. صحيح إن كيدهن عظيم. بسم الله. صاحبك شكله متراع جامد النهارده. هي راجعه كده، يا اما دلعه وحنيه على الاخر، يا اما تقلب على الوش التاني. انا مش فاهم يعني اخوكي ده ماله ومالك، هو ملكي قوي كده ليه؟ ما توصلش لدرجه انه يختار لك اصحابك. شامل عارف ان انا مش مجرد صحاب ومش عايز الموضوع يتطور عن كده. كل لما بسمع اسمه بفصل. ايه شامل ده؟ في حد يسمي ابنه كده؟ ابوكي كان بيفكر في ايه ساعتها؟ انا عارف ان هو راجل شمولي، بس مش لدرجه ان يسمي ابنه شامل. النبي يا احمد، يعني مش طالبه قلش دلوقتي خالص، انا بكلمك عن مشكله كبيره حصلت بعد الحلقه اللي انت سجلتها. شكرا. امبارح كان هيتجنن، لقيته داخل عليا الاوضه بيزعق ومتعصب، بيقول لي لازم اقطع علاقتي بيك. قال ايه؟ علاقه زي دي ممكن تعمل له مشاكل في الحزب، وان في ناس كتيره بتحاربه عشان ما ياخدش موقع قيادي اكبر، ورغي رغي زي ده كتير. ايه الكلام الفاكس ده؟ هو فاكر نفسه في الحزب الشيوعي الصيني؟ اخوكي دهبل بقى على فكره، ويستاهل اسمه طحن. وعلى فكره بتوع الحزب الوطني مش هيتضايقوا من حاجه زي دي، بالعكس دول ينبسطوا قوي عشان يقولوا للناس بصوا احنا ديمقراطيين وعندنا واحد في الحزب اخته بيحبها واحد من حركه كفايه اللي عايزين يخربوا البلد. انت فاكر ان اخويا بيفهم في السياسه اصلا؟ ده هو داخل حوار الحزب ده عشان يترقى في الجامعه وخلاص. ده لا عمره كان بيفهم فيها ولا نيله. ده من ساعه ما اتلمع على الناس بتوع الحزب الوطني هو فاكر لو كمل في المشوار ده هيبقى وزير. طب انت كل ده عماله تحكي لي هو قال لك ايه، بس ما قلتليش انت رد فعلك كان عامل ازاي. يعني ايه رد فعلك كان عامل ازاي؟ يعني يا راجل قلت له ايه؟ رديتي عليه قلت له ايه؟ انا قاعده معاك اهو يا احمد، هكون قلت له ايه يعني؟ هو حذرك ان انت تقعدي معاه؟ يا سيدي لا حذرني ولا حاجه، وانا باكل من كلامه يعني. فكك منه بقى والنبي، ده نكد علينا في القعده. يا ام الرخص، ايه انت هتقل ادبك ولا ايه؟ كل ده عشان مش عايز اتكلم في الموضوع؟ ده الموضوع جالنا لحد ذاته هنا. دكتور شامل شرف، اتفضلي معايا لو سمحتي. في ايه؟ مالك؟ عامل كده ليه؟ هو انت لقيتني في شقه مفروشه؟ انا قاعده على قهوه في نص الشارع. راعي كلامك والزامي حدود الادب. ليه يا دكتور ما قلتش للحزب يبعت معاك قوات امن مركزي للمداهمه دي؟ حد وجه لك كلام يا جدع انت؟ تعال حقير وأتفه من ان انا ارد عليك. بس جيت لي لحد هنا، مش شايف ان دي فيها تناقض؟ قومي معايا. انا حذرتك امبارح، قلت لك لو اتاخرتي بعد الساعه 10 في اي حته هاجي واجيبك، قومي. والله؟ طب ايه رايك بقى ان انا مش ماشيه معاك؟ واعمل اللي تعمله. ما تقعد يا دكتور اطلب لك حجر معسل في صحه الانتخابات اللي انتوا زورتوه. اهلا يا دكتور، منور والله. لك ايه ما تقومي تروحي دلوقتي؟ ما هو خلاص مش هينفع يا منى، مش هينفع اسيبه يعمل اللي في دماغه. يا ستي قومي جدعانه، عشان سعيد الاهواجي كده ممكن يتاذي اي لبش، واوريدي عندي مشاكل مع الحي، مش مستاهله. ماشي والله، منور. اهلا.
اكلمك بالليل. ايه ده؟ دامي 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 دكتور.